الهجمات المتكررة التي يشنها تنظيم داعش في سيناء دفعت بالبنتاغون وفقا لمصادر إعلامية أمريكية إلى نقل أكثر من 100 من عناصر قوات حفظ السلام من شمال سيناء وإعادة نشرهم جنوبا بعيدا عن مكانهم الحالي القريب من قطاع غزة. وترى أوساط أمريكية أن استخدام التكنولوجيا العسكرية عن بعد سيمكن الجيش الأمريكي من خفض قوته في سيناء التي يصل عديدها إلى 700 جندي الذين نشروا في سيناء ضمن قوة حفظ اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر. تقارير متواترة أفادت بأن واشنطن تفكر في عدم إشراك قواتها في الأماكن الملتهبة وتدرس إعادة تنظيم قواتها باستخدام وسائل تكنولوجيا حديثة من خلال الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لمراقبة الحدود بما يحقق الغرض بقوات أقل. ويأتي هذا التطور بعد تعرض مواقع عسكرية في سيناء لعدة هجمات قتل فيها العشرات من الجنود المصريين بينهم 8 هذا الشهر، بالإضافة إلى إعلان التنظيم المتطرف مسؤوليته عن إسقاط طائرة الركاب الروسية وتبنيه تدمير فرقاطة مصرية العام الفائت. ميس عمار، العربية.